الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب من هنا من ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، لنرحب بكل الحاضرين، لنرحب بكل القادمين، بكل المنطلقين المشاركين من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا التحدي في هذا المهرجان وفي هذه الأمسية، أمسية الرموز وأمسية النوماس، النوماس الذي ينتظر خلف خط النهاية واحدا من بين هذه الأسماء ليتابع أول المراكز، أول التحديات. شهل على المركز الأول، شهل مع التحدي الأول لهجن النايفات تتقدم بهذا الإبداع، تنطلق في هذه اللحظات باحثة عن النوماس، باحثة عن النوماس اللي يخلي الكل يحتاس من أجل هذا النوماس الغالي. المركز الثاني القدوم من كحال القادمة مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المنطلقة في هذه اللحظات. المركز الثالث القادمة الشاهينية بشعار هجن العاصفة منطلقة بكل قوة لتندفع مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور التقدم الانطلاق من مزون المنطلقة بكل قوة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، انطلقت في هذه اللحظات لتندفع بهذا الأداء بهذا العرض. المركز الخامس الحضور الوصول من مرضية، اوصلت مرضية في هذه اللحظات لتتقدم بشعارها الحمر الخطير الحمر المثير، انطلقت في هذه اللحظات مرضية. هذا الاسم الاسطوري يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهري مقدما لنا الشعار الحمر، مقدما لنا شعار الرئاسة، العودة من جديد الى هجن النايفات. من انطلقت مع اول المراكز، مع اول التحديات، شهل من تنطلق، شهل مع المركز الأول لهجن النايفات بهذا الإبداع بهذا الإمتاع. انطلقت شهل بكل قوة، راشد بن حمد بن حلفان المقدم لشهل مع المركز الأول. انطلقت هذا الشعار، انطلق شعار النايفات مع أول المراكز. المركز الثاني الحضور من كحال، كحال القادمة بكل قوة مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي المحترف الخطير يتقدم بهذا التقدم، ولكن مرضية 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 ولا داي مرضي مع مرضية مع مرضية مع الرئاسة وهجنها مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون بن زيتون. ابداع وامتاع وفنون في الصياهد، يقدم لنا الحمر، يقدم لنا الخطر ليتقدم مع اول المراكز، مع اول التحديات في اقوى المهرجانات، في اعتاها، في افخمها. ولكن التغيير من غيرت في هذه اللحظات مستوى مستوى بهذا المستوى لهجن البشاير القادمة بكل قوة والمنطلقة، يقدمها في هذه اللحظات عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي القادم بكل قوة. الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير، النوماس ينتظر، النوماس ينتظر واحدا من بين الشعارات، من بين المؤسسات العملاقة. هجن البشاير، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة، أبناء الإمارات
أبناء الإمارات وهجنا العاصفة والأيضا الرئاسة وهجنا البشاير البشاير والرئاسة والقادمة هجنا النايفات يا أي معركة تحركت مرضية محول المراكز لتغير بشعار هجنا الرئاسة الشعار الحمر الشعار الخطر بدأ ينطلق المجازف والعصا العصا في البطان محرك أبو سعيد الرئاسة 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 انطلقت مع المركز الأول لتقدم لنا العروض لتقدم لنا الأداء مرضية 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 والكل راضي الكل راضي مع مرضية ومع أداء مرضية وتحدياته وتحديات مرضية الميتين متر الأخيرة والعصا في الأبطان بوسعيد بوسعيد محمد بن عتيق بن زيتون المقدم الرئاسة الحمر الخطر الخطر ينتزع ناموس هذا الشوط تهانينا للرئاسة تهانينا على هذا الفوز المميز والكبير المركز الثاني وصلت الشاهينية لهجن العاصفة مع المركز الثاني وغيات الهلال من قدمها المركز الثالث اوصلت هجن البشاير مع المركز الثالث هي اللي هي مستوى والمركز الرابع اوصلت مشاهدينا الكرام اللي هي شهل هجن النايفات والمركز الخامس اوصلت متابعينا الكرام الشاهيني لهجن العاصفة تهانينا للرئاسة وهجنها على هذا الفوز والانتصار والنوماس نهديه إلى الرئاسة نهديه إلى شعار الإنجازات إلى الشعار الحمر الخطير تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز والكبير التوقيت الزمني ولحظة الوصول إذن اللي مشاهدين الكرام مرضية لهجن الرئاسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدمها 6:07:7 من الثانية توقيت مرضية ولحظات وصولها المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة قدمها غياث الهلالي 6:11:00 من الثانية المركز الثالث كان الحضور مشاهدينا ومتابعين الكرام والأعزاء 6:12:07 من الثواني تهانينا والناموس اللي هي مستوى لهجن البشاير وابن طوير شلوهيبي من قدمها تهانينا والنوماس لجميع الفائزين.